بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى معالي السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة إعادة انتخابها، متمنيا لها دوام التوفيق في مهامها. وأكد جلالة الملك المعظم حرص مملكة البحرين على توطيد علاقات الشراكة الوثيقة وتعزيز مختلف جوانب التعاون مع المفوضية الأوروبية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم.